استعداد. فتحت إذن البوابات، انطلق التنافس على بركة الله ما بين جيادي وأفراس الإنتاج. عمر الثلاث سنوات فأكثر الخيل التي لم تكسب في شوط خصص التنافس من خلال للخيال السعوديين المتمرنين على مسافة الميل ومقدار الجائزة 54,000 ريال. مشاهدينا الكرام، الانطلاقة تبدأ إذن في هذه الأثناء من ليلات من الخارج، وأيضا هناك منافسة مثيرة ما بين الخيالة السعوديين المتمرنين في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، محاولات أشاهدها من لجب آخر الداخلين، وكذلك التقدم في هذه الأثناء من ليلات للمركز الأول من الخارج، أشاهد تقدم لصبي التوحيد، وفي المركز الثالث لجب من الداخل فيما شغف في ظهوره الأول، يظهر في المركز الرابع الآن مع الاقتراب من علامة 600 متر. مشاهدينا الكرام، إلى الآن المرشح ليلات هو من يقود هذه الجياد والأفراس، وعلى صهوة السعودي المتمرن مهدي الحبيل يتقدم اللحظات الأخيرة قبل الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية. مشاهدينا الكرام، ليلات يتقدم، ابن عقاب مع الدخول للخط المستقيم هو صاحب المركز الأول، يحاول يوسع الفارق ما بينه وبين أقرب المتنافسين. لجب للمركز الثاني والمركز الثالث لنجاز، فيما محاولات من بقية الأسماء للتقدم وتحسين المواقع، إلا أن ابن عقاب يتقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، يوسع الفارق في آخر الأمتار إلى المركز الأول. إذن ليلات ابن عقاب المرشح في هذا الشوط، والمركز الثاني نجاز. مشاهدينا الكرام، إذن كانت تلك هي